ده ايه؟ باوربوينت. ماشي، تعالى على جنب، متخافش مش هعضك. بص، ده باوربوينت ممكن نعمل فيه كذا شريحة. يعني ايه شريحة؟ يعني سلايد زي دي، وكل واحدة هنحط فيها صورة. عاوز بقى ممكن يكتب هنا مثلا اسمه معايز، ويجي هنا يحط ايه الصورة بتاعته، ايه دي علامة الصورة. ماشي، نحط بقى صورة ايه؟ لو لنا صورة لمعاز نحطها. مفيش ولا صورة لمعاز؟ لا، في عندنا صور كتيرة. لو معاز اهو، حط دي مثلا. ماشي، وهنا برضو هنحط صورة تانية لمعاز. طيب بص، شايف المقبض ده؟ هنمده كده. ماشي، طيب تعالى بقى نتفرج عليها. هدوس في 5 وراح داس مسطرة عشان نروح اللي بعديها، مسطرة عشان نروح اللي بعديها، مسطرة عشان نروح اللي بعديها. طيب ممكن نعمل حاجة اسمها ايه؟ شايف دي اسمها ترانزيشن. يعني ايه ترانزيشن؟ يعني بننقل من حتة، من شريحة للتانية بالشكل ده. دي بس هنخليها كده، ودي هنخليها كده. ماشي، طيب الصورة دي ممكن نخليها لما تيجي تدخل الصورة نفسها انيميشن. يعني ترانزيشن دي للشريحة، انيميشن للصورة، نخليها تعمل حاجة بالشكل دوت او كده. ودي برضو نخليها تعمل كده زوم. طيب ندوس في 5. عن ماشي، طيب انا عايز بقى احط شويه كلام شكله حلو. انسرت. انا كنت وجعك؟ لا. طيب بص، من انسرت بلاقي ان انا ممكن احط صوره او ممكن احط شيب. شايف كل الاشكال دي؟ تقدر تختار شكل زي ده كده وتروح حاطه هنا كده، او وتغير اللون بتاعه. بص، بتغير اللون بتاعه، او من انسرت ممكن نقول له احنا عايزين نحط مثلا حاجة 3D، يجيب لنا بقى اشكال 3D نحطنا بقى ايه هنا. انا هطبع لك شوية حاجات كده ميزو 3D مش اي افاتار. وعندنا هنا سمارت ارت، هنحط شوية حاجات حلوة. طب عايزين نحط بقى نص مثلا اهو. بص ده، دوس هنا. اه كده 3D. طيب الغي 3D اهو. تعالى بقى نخش على قناة انسيرت. انسيرت ونروح قايل له تكست بوكس. تكست بوكس يعني نقدر نكتب كلمة هنا. نروح كاتبين مثلا ايه؟ معاذ وبابا. بس الكلام ممكن نعمل عليه سيلكت كده، نروح دايسين مرتين بسرعة ونروح مغيرين اللون مثلا نخليه أبيض، ونقدر نكبر الكلام كده. اعمل عليه سيلكت. 18 ده الكتابة، خليها مثلا ايه 44 كده. سهلة، تاخد تجرب. ماشي، امسك كل دي اشكال جاهزه، هتلاقي فيها كل حاجه انت عايزها، بس خلينا نبدا حاجه فاضيه خالص. ابدا.
تلبس اي حاجه خالص. ويز بريفيس طيب خليها كده صفر خمسه. ما هو بس انت ضغطت على لا ما هو دي اول ناس لسه بقى دول، بس دول اشتغلوا من غير ما تدوس على المسطره خالص. طيب خليها مش بقى مش ويز بريفيس افتر بريفيس، يعني لما هو يخلص يروح شغال. لما ده يخلص ده يشتغل دوت هنخليها ايه؟ طيب دوس بقى كده في خمسة. الواحدة اهو. لكن ده بقى دخل هو الواحد دخل على الاسم. شفت بقى الحاجة سهلة ازاي؟ طب استنى استنى ايوه دوس بقى مسطرة، دوس مسطرة تانية يا معايز. الواحد الصغير اختفى وهذا ظهر.